النهاردة هيكون مميز جدا، مختلف، ملوش دعوة أبدا عن مواضيع العيون وأمراضها والعمليات بتاعتها إن شاء الله يا جد. أول هو جهاز يتركب على الرأس ما بين شخصين قاعدين بعاد عن بعض، والأولاني يسيطر على أفكار الشخص التاني بالعكس، وبالعكس يديله أوامر وهو ينفذها. اداله أوردر في إن هو يرفع إيده اليمين وقدر إن هو يرفعها. البحث ده اتعمل في جامعة واشنطن. الاختراع ده مش هيعدي ببساطة، هيستعملوه دول كتير جدا لتنفيذ عمليات معينة عن بعد. الاختراع التاني فهيفيد كل اللي هيسمعوني دلوقتي، وهو عبارة عن اسويرة تتحط على اليد ومن خلال حرارة الجسم تشحن لك الجوال، تشحن لك 30% من بطارية الجوال. مجرد بس حرارة جسمك مع اي مجهود بسيط هتقدر تشحن لك الجوال. انت مش هتحتاج ان يكون معاك سلك وتوصله بالكهرباء، او يكون معاك باتري او طاقة شمسية. ثالث فبرضو ليها علاقة ببطارية الجوال. باحثون في جامعة كورية شالوا البطاريات او الاعمدة اللي موجودة جوه البطارية والمصنوعة من الجرافيت، استبدلوها بمواد مصنوعة من النانو تكنولوجي، والغريب هتشوفوا دلوقتي ان البطارية الجديدة المصنوعة من النانو تكنولوجي تحتاج 2 دقيقة بس وتشحن لحد 70%. تفرغها فيحتاج 20 سنة. ايوة 20 سنة، وده طبعا مدة كبيرة جدا جدا. ده امل جديد. الاختراع التاني فحلو جدا بالنسبة للناس اللي ما عندهاش إرادة قوية، بيلبسوا برضو إسويرة حوالين المعصم بتاعهم مربوط بأبليكيشن على السمارت فون بتاعهم. بطوا الأبليكيشن دي على العادات السيئة اللي هم عايزين يبطلوها، زي مثلا شرب السجاير أو أكل حلويات. الزوجة تزبطوا لزوجها بحيث أنه لو عملت شات مع حد غيرها، سيدة غيرها، يتصعق صعقة كهربية. الإسويرة مع الأبليكيشن نازلة من شركة اسمها بافلوك، هحط لكم اسمها فوق. هكلمكم عنه النهاردة هو اختراع خاص بالحيوانات وبالتحديد الكلاب، أكرمكم الله. فعلا سماعات تتحط على راس الكلب تقدر تعرف من خلال الذبذبات اللي موجودة في راسه، بالتالي من خلال الكشف على الذبذبات اللي هي موجودة في راسه نقدر نفهم اللغة اللي هو عايزها ومحتاج ايه. أغرب جدا من ان يخترعوا جهاز يفهم لغة الكلاب. انا كنت افضل انها كان يعملوها للاطفال الرضع.